اشتغلنا على الخامات حبة، نشتغل بقى شوية على الإضاءة. مبدئيا دي انيميشن او ده انيميشن، فانا وانيميشن في اكتر من حتة، يعني طالع من او نازل من فوق لتحت وقصص كده. فطبعا بالمنظر ده لو انا عملت ريندر الإضاءة دي ما تنفعش، لازم ان انا اعمل إضاءة تكون كويسة في نفس الوقت في إضاءة متساوية على كل السين. في الإضاءة المتساوية دي ان شاء الله بإذنك يا رب، يعني في منتج هيطلع قريب زمان وعدتكم قبل كده من فترة، قلت لكم ان المنتج الثاني بعد منتج HDRI من GFX Academy، المنتج الثاني هيبقى بيتعلق بالإضاءة وان شاء الله هيبقى اسمه Light Doom. ده اللي احنا يعني او هوريكم النواة بتاعته اللي احنا نشتغل بيها النهاردة، ويا رب بس يعجبكم ويكون فايدة ليكم ان شاء الله. مبدئيا عشان اعمل اللايت دوم انا اوريكم ازاي تعملها بايدك، لكن طبعا انا لما هعمل المنتج ده ان شاء الله هيتعمل فيه شويه كنترولز كده علشان تعرف تتحكم في الموضوع ويبقى الموضوع سلس وسهل معاك. هروح اول حاجه للسفير، احط سفير او احط كوره، طبعا انا هشوف بس المكان بتاعها فين. ماشي، ده المكان بتاعها، مفيش مشكله، مكانها كويس مفيش اي مشاكل، لكن انا بفضل ان انا دايما اعمل لها سنتر. طبعا الكوردس كلها 000، لكن انا اعمل لها سنتر هنا كده بالمنظر ده. او تعالوا نعمل حاجه حلوه قوي، هاخد ده ادخله جوه الستاف وهخلي السفير نفسها 000 بحيث تبقى في نص الستاف بالظبط، واطلعها فوق بالشكل ده كده. بعد كده هاجي على الاوبجكت، تمام، وهعمل الراديوس بتاعها، هعمله كبير شويه، هعمله وليكن 2000 مثلا بحيث تبقى كبيره كده، وهعملها هيمي سفير عشان تبقى نص دايره. طبعا السيجمنتس يعني نحاول نزودها شويه، نخليها مثلا 36. هروح هنا كده، انا عايز اخلي الهيمي سفير دي تحت حبتين بالمنظر ده كده. ليه؟ لان دي هتبقى التوزيعة بتاعت الضوء. طيب لو احنا جينا شفنا هنشوف بس الحروف هتنزل لغاية فين، لان السفير دي المفترض ان هي هتبقى مغطية على الحروف بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. طب كده احنا ظبطنا السفير، تمام. تعالوا نرجع للكاميرا فيو ونشوف هنعمل ايه في السفير دي. تعالوا الاول نروح للايت وناخد وراح فين السبوت لايت، ادي سبوت لايت. الاول نظبط المكان بتاعه ودبل كليك على السفير بحيث نخفي السفير، نظبط ال 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 الاوتر رينج بتاعه، وبعد كده اروح للموجراف كلونر واحط اللايت جوه الكلونر، وفي الكلونر هقول له اوبجكت والاوبجكت بتاعك يبقى السفير. بالمنظر ده هلاقي الضوء اتكرر على السفير، لكن قدامي مشكله صغنطوطه قوي ان كل الضوء لبره، انا عايز الضوء ده لجوه السفير. يبقى اروح لكلونر ترانسفورم واجي لده واقول له 180 كده، يبقى لف لي الاضواء كلها جوه السفير. همسك بس الضوء الاصلي وتعالوا نخش جوه الكاميرا، او بلاش الكاميرا، تعالوا نخش من المسقط تاني كده، همسك بس الضوء الاصلي، ولو قللنا كده فانا بقلل قطر كل الاوبجكتس، ولو زودت انا هزود القطر بتاعها بالشكل ده كده لغايه بس ما يقطعوا بعض. اخش للكاميرا، مش عارف النقطه دي بتاعت ايه، دي برضو هتزود، فانا عايزه يبقى سموث بحيث ما يبقاش فيه حتت ما فيهاش اضاءه، في نفس الوقت عاوز الضوء نفسه يبقى لجوه، فانا هاخد النقطة دي وازق الاضاءة نفسها. طبعا كده انا بقرب الاضاءة من الاوبجكت، تمام، بالمنظر ده كده. لو رحنا للكاميرا وجينا عملنا بلاي، طبعا خلوا بالكم من حاجة مهمة جدا، استحالة انك هتسيب الانتنسيتي بمية، يبقى كده بتهزر، لان انت الانتنسي بتاع الضوء ده ما عادش واحد، ده الضوء ده بقى 36 ضوء. لو انا جيت عملت كده ابيض، تمام، لو انا جيت عملت كده كده بقت بيضه زي ما انت شايف كده، شكلها مش مظبوط ومش كويس.
فانا هاخد اللايت واخلي الانتنسيتي بتاعته ولتكن 5%. غير كده كمان انا هخلي اللايت نفسه مش ابيض. ليه؟ علشان ما ياثرليش على الوان الكلمه نفسها. نخفي بقى السفير عشان ما تعملش شادو ونجرب كده نشوف. هنلاقي الاضاءه ناعمه وكويسه. نروح طبعا ليه ده ممكن نخليه بتاع 10% ولا حاجه ونعمل ريندر. خلي بالكم انها بقى مساله تجربه في الدوم لايتنج. نجرب كده تاني في الاضاءه، نخليها مثلا 25% ونجرب ريندر. كده اعتقد الاضاءه كويسه. ده كده او تقدر تقول على دي الانفايرومنت. طب هل احنا هنقدر نعرف الفرق؟ بمنتهى البساطه تقدر تعرف الفرق لو انت ببساطه رحت خدت في الريندر سيتنجز اوتبوت، قلنا كارنت فريم مفيش مشاكل، اعمل ريندر في البيكتشر فيور. اعمل الريندر في البيكتشر فيور، ده كده الريندر اللي هيتم تمام، او ده شكله بالاضاءه، يعني ده الشكل بتاعه بالاضاءه. طبعا ده يعني مش الشكل النهائي، لسه ريفليكشنز هيفتح الشكل عن كده كمان. جميل، ده كده الشكل النهائي بالاضاءه. طب لو احنا قفلنا ده ورحنا لللايتس، قفلنا اللايت، قفلنا الكلونر تمام، طبعا قفلت اللايت خالص، وجينا عملنا ريندر تاني تمام. لو جينا بقى نشوف الاثنين، طبعا فرق كبير قوي بين الاثنين، دي طبعا احسن بكتير قوي من دي، فلات، دي فلات قوي. نفتح الاضاءه تاني ونروح للكلونر، او مش للكلونر بقى، اروح للسفير. لو عايز ازود عدد الاضاءات ممكن اخلي ال 36 دي تمام، ممكن اخليها ولتكن 40 وانتر. استنى بس شويه لانه هيعمل ابديتس للعدد ده، ان ما عملش هو هيعمل لوحده، او لو ما عملش اضغط حرف الاي من الكيبورد. طبعا كده احتمال نضطر نعدل في اللايت انتنسيتي، او نروح كده للكاميرا ونشوف هل هي مظبوطه ولا مش مظبوطه. متهيألي كده مظبوطه تمام التمام. حتى لو مسكنا اللايت نفسه، تمام، ومسكنا النقطه اللي في النص، حظنا بقى النقطة اللي في النص عليها الانجل جاي عليها بالظبط. طب نعمل ايه؟ فلتر اكسس، تمام كده. بصوا احنا بنوسع دايرة اللايت، برضو نفس الموضوع، عايز اوسع الدايرة شوية، نفس الموضوع، انا عايز امد اللايت نفسه، بس انا واثق ان هي دي. ايوه هي دي كده تمام. ارجع للكاميرا واعمل ريندر. ايوه كده خد شكل احلى واحسن. ممكن نخلي اللايت ده افتح سنه، ممكن نخليه للاصفر سنه تمام. طبعا مفيش يعني، هو اصل مفيش ضوء في الدنيا ابيض صافي، مفيش موضوع ابيض صافي تمام. كده زي الفل. فاضل بقى الاضاءه الاساسيه، اذا دي نسميها او ناخد ده وده ونعمل الت جي ونسمي دي دوم لايتنج، او ممكن تقول عليها انفايرومنت لايتنج اللي يعجبك يعني. دوم مش كده تمام، دوم لايتنج. نيجي بعد كده للمين لايتنج نفسها او الاضاءه الاساسيه. في الاضاءه الاساسيه انا عايز اعمل 3 بوينت لايتس. يعني ايه 3 بوينت لايت؟ يعني لايت ثلاثي النقاط او ثلاثي الاتجاهات. لو انا جيت عملت كده تمام الاقي الدنيا تمام، مفيش اي مشاكل. مبدئيا دبل كليك دبل كليك عشان نلغي الموضوع ده،
وتعالوا نروح للثري بوينت لايتس نشوف ايه ظروفه. تعالوا الاول نعرف ايه هو الثري بوينت لايتس. الثري بوينت لايت على فكره ده عباره عن ضوء مكون من او اضاءه مكونه من ثلاث اضاءات. في اضاءه اسمها الفيل لايت، اضاءه ثانيه اسمها المين لايت، واضاءه ثالثه اسمها الاف اكس لايت. طيب تعالوا الاول نشوف توزيعتها. المفترض ان انا هحط سبوت لايت، تمام. السبوت لايت ده هيبقى في الخلفيه، المفروض ان انا الفه 180، وفي الفرنت هظبطه احسن، يعني في الفرنت هوسع المسافه بتاعه وهاخده كده احطه هنا ووسع برضو مسافته واضمن ان هو ورا حاجه ومسلط عليها بالشكل ده كده. ده الثري او اللي هو اللايت الاولاني. تعالوا نرجع لورا حبه ونقدمه لقدام شويه كده ونقلل الراديوس بتاعه شويه. ده كده اول لايت. لو احنا كده روحنا للكاميرا، تعالوا بقى كده. لو احنا طبعا قافلين الدوم لايتنج، تمام، نفتحها كده وتعالوا بقى عشان نعرف كل لايت بيعمل ايه. تعالوا نقفل اللايت ده ونعمل وهقفل برضو اللايت ده وهعمل رندر. ده كده الرندر الاولاني. لو فتحت اللايت ده وعملت رندر، تمام، ده كده الرندر التاني زي ما انت شايف هو منور الحتة دي. لو انا جيت عملت كده ومسقط الكاميرا وقدمت اللايت ده قدام، تمام. ممكن كمان على فكرة هو طالما الكلمة من فوق ممكن ان انا اعمل له روتيت كده مثلا، وهخلي الارتفاع بتاعه من فوق كده، تمام، بالمنظر ده. لو رحنا كده للكاميرا وجينا هنلاقي اللايت ضارب هنا كده. لو جينا عملنا رندر هنلاقي اللايت هو اللي مديني السبيكولرز اللي هنا. ده كده اول لايت. اللايت ده هنسميه اللي هو الكي لايت، اللي هو اللايت المبدئي او الابتدائي. تعالوا نخلي الكي لايت ده يعني واخد درجة غير كده شوية، ونخلي اللايت ده عامل شادو، تمام، بحيث يدي ظل. ولا بلاش، الظل ده هيبقى شكله مش حلو، هيقفل السبيكولرز وانا مش عايز السبيكولرز تتقفل. طيب لو احنا جينا فتحنا ده كمان ونعملنا رندر، هنلاقي كده بقى في توازن اضاءة حلوة قوي 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 بين فوق وبين قدام. خلاص بدل الاول لو احنا قفلنا هنلاقي الاضاءه اللي فوق دي ما هياش موجوده اصلا. لو احنا قفلنا الكي لايت ده وجينا عملنا رندر، تمام، يعني زي ما احنا شايفين الدنيا، شوفوا، ضلمت، ما عادش فيه توازن. لكن لما افتح ده كده واعمل رندر هلاقي الاضاءه شكلها بقى حلو، بقى كويس، بقت متوازنه، ما بقاش في حته مضلمه وفي حته فتح زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. ده بالنسبه لاول لايت. بعد كده نيجي على اللايت الثاني. هقفل برضو الدوم لايتنج، انا مش عايز بس اشوفها، وهروح بعد كده احط اريا لايت. الاريا على فكره الاريا لايت هو زي السبوت لايت، بس الاريا لايت اضاءته احسن في ايه بقى؟ تحس ان الاريا لايت هو كذا سبوت لايت بيخرجوا من مساحة واحدة. طبعا احنا بنكبر كده، كل ما بتكبر يبقى المساحة اللي بيخرج منها او المسافة اللي بيخرج منها الضوء اكبر. طبعا انا هاخده كده وعلشان يديني شادو كويس هلفه بس لفة بسيطة
قوي كده، وهريحك انا من الموضوع ده حالا اهو بتكنيك بسيط قوي قوي قوي. تمام، حاجه بالمنظر او بالشكل بالمنظر ده كده. ده هنسميه اللي هو الاف اكس لايت، ده اللايت اللي هيدي التون العام. طب التون العام انا ممكن اقول ان هو واخد التون ده. تمام، حتى لو رحت للكاميرا فيو وجينا عملنا ريندر، بالمناسبه انا هقلل الانتنسيتي عشان تبقوا عارفين، بس هي هتطلع اضاءه فاتحه جامد شويه، لكن الانتنسيتي هنقللها طبعا. تمام، بالمنظر ده كده. هاجي للانتنسيتي، اخلي الانتنسيتي مثلا بتاعه 50% ولا حاجه، واخلي شادو سوفت عشان يدي ظل للحروف دي على بعضها. طبعا شويه وهنرندر، او اقول لكم على حاجه، تعالوا نروح للرندر واقول له انتر اكتف ريجن، واخد له بس الحته دي، او اخد له الحته اللي في النص عشان بس ما ياخدش وقت في الرندر. تمام، بالمنظر او بالشكل ده كده. لو انا جيت قفلت، تمام، لو انا جيت قفلت الاف اكس لايت، تمام، وقلت له يعمل رندر مره تانية، هو المفروض بيرندرها لوحده. نفتح اللايت تاني. طب زي ما انتم شايفين حتى هو اثرها باين على حرف الام من غير اي ريندر. تمام، من غير اي ريندر هو اثرها حتى باين على حرف الام. لو فتحت ده شايفين ادي الفرق. تمام، طبعا اللايت ده زي ما انتم شايفين بينور فوق. ممكن اجي حتى على اللايت اللي هو الكي لايت ده وهخليه ابيض ناصع، وممكن اخلي دي 120% بحيث يبقى في سبيكولرز على الحروف. كده الكي لايت الاف اكس لايت، فاضل اضاءه واحده بس، ودي اللي هتعمل لي الاضاءه العامه على الكلمه، خاصه من الناحيه الشمال. انا لسه عامل الكي لايت او الاف اكس لايت من الناحيه اليمين، يبقى هعمل الفيل لايت من الناحيه الثانيه. الفيل لايت برضه هقول له سبوت لايت. عايز اعرف اتجاهه بس كده مش شايفه. لا كده اتجاهه تمام. هرجعه بس لورا، هرجعه هو لورا كده. تمام، واخد المكان بتاعه كده ماشي، وارفعه لفوق، وهوسع برضو الانجل بتاعه تمام بالشكل ده كده ماشي. وكالعاده هوجهه للكلمه نفسها، هاخد روتيت. واقول لكم على حاجه بصراحه جميله جدا جدا عشان نعرف نوجهه للحاجه نفسها من غير تعب وجع قلب. تمام، بالمنظر ده كده. طبعا انا هرجع اللايت ده لورا عشان ياخد لي اكبر قدر. الاف اكس لايت اعتقد محتاج يجي كده شويه، ممكن محتاج يلف كده شويه، ممكن يلف كده شويه. طيب هاجي ده هنسميه اللي هو الفيل لايت. تمام، والفيل لايت ده هخليه لونه الى حد ما يعني ناخد برضو الدرجه دي بالشكل ده كده، مش قوي. تمام، نشوف كده من مسقط الكاميرا. تمام، نعمل بس كنترول اس الاول عشان الدنيا ما تبص مننا ونجرب. تمام، لو جينا نعمل سنه كده يعني الواحد بياخدها من كذا حته وكذا مكان.
تمام. اعتقد هنخليه ابيض. ماشي، هنلاقيها بالشكل ده. طبعا نفتح بقى الدوم لايتنج ونجرب، هنلاقي إضاءة في منتهى الجمال، تمام، ومتوازنة، تمام، ومفيش فيها أي مشاكل خالص. ده كده اللايت. طيب أنا هاخد ده مع ده مع ده قبل الكلام ده كله، أنا عايز حتى لو أنا حركت اللايتس دي يبقى اتجاهها مع الحروف دي او تشاور على الكلمه، وديتها بقى يمين وديتها شمال، ما اقعدش كل شويه اظبط في الثلاثه لايتس، تمام، يبقى اتجاههم تمام في حته واحده، تمام. طيب ازاي؟ تعالوا الاول نحط على كل لايت من دول تارجت تاج. ادي التارجت، وادي التارجت تاني، وادي تارجت تالت. طيب التارجتس دي كلها هتكون فين؟ حاجه كويسه قوي. تعالوا نروح كده ونروح لاوبجكتس، نحط نال اوبجكت، وتعالوا ناخد النال اوبجكت ده هحطه هنا اهو، حطه هنا كده. حتى تعالوا نشوف في توب برضه احطه هنا، برضه انا مش شايف. برضه احطه هنا كده، شوف كده في الليفت. تمام، حلوة. بعد كده ده هنسميه لايتس تارجت، تمام. كل ما في الموضوع ان انا هروح للتارجت ده واقول له لايتس تارجت، التارجت ده لايتس تارجت، والتارجت ده لايتس تارجت بالمنظر ده. بصوا كده اللي هيحصل لو انا بقى خدت ده ورحت عامل كده، كده اللايتس كلها تمام بتبص للنال اوبشن. يبقى كده لو انا حبيت احرك كل الكلام ده هيتحرك معايا بمنتهى السهوله. اخد بقى كل ده اهو واقول له الت جي، وهسمي ده البيز لايتس، تمام، واخد الاثنين دول واعمل الت جي وهسمي دي لايتس. بس كده لو رجعنا للكاميرا وجينا عملنا ريندر، تمام، هنلاقي الوضع بالشكل ده. طيب فاضل بعد كده ان انا ادي بقى الريفليكشنز والكلام ده كله. تعالوا نروح نحط سكاي. لو جينا نعمل ريندر عشان نشوف بس الشكل بعد السكاي ما اتحطت. طبعا شفت تغييرات على الخامه، وده اللي انا اتكلمت فيه انه هيحصل تغييرات على الخامه، عشان كده لازم تاخد بالك بين شكل لما تحط الخامات وشكل الخامات بعد اللايت. نروح لويندو وناخد كونتنت براوزر، وكالعاده هنروح لل اللايبراري بتاعت جي اف اكس اكاديمي. طبعا الحمد لله ربنا وفقنا عملنا اللايبراري دي، تمام. دي فيها 190 خامه اتش دي ار اي، تنقي منها اللي انت عايزه. طبعا ممكن تاخد اي خامه من دول، اي واحده من دول عشان تدي ريفليكشنز. في كتير قوي قوي قوي، في دي، تمام. هنجرب ونشوف. خلاص تعالوا نعمل دبل كليك ننزل واحده، ودبل كليك ننزل الثانيه والثالثه والرابعه، تمام، والخامسه. هنشوف بقى احلى واحده من دي انهي واحده ونشتغل عليها. طبعا كل شويه هنحط مثلا دي على السكاي بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه ده. هعمل رايت كليك سينما 4 دي تاجز كومبوزيتنج واقول له سين باي كاميرا، لا، بحيث انها ما تتشافش بالكاميرا. ونعمل ريندر ونشوف هل ريفليكشنز كويسه ولا مش كويسه. طب ما تيجوا نجرب ان احنا نعمل لها روتيت. تعالوا نجرب نعمل روتيت كده، بحيث عايز اخلي الحته الفاتحه
مش يعني كده مثلا. تمام، ونشيل سين باي كاميرا، نعمل رندر. طبعا زي ما انتم شايفين الريفليكشن اختلف خالص والشكل اختلف خالص. تمام، نرجع كده ونجرب. حلوه الحته دي عشان كل حاجه كده في وشنا. والله الى حد ما نقدر نقول كويسه، بس تعالوا نجرب غيرها. ناخد دول جم فاضيين، مش عارف جم فاضيين ليه. تمام، ناخد دي كده نحطها هنا ونجرب. على فكره دي الريفليكشن بتاعها احسن، حتى لو جينا عملنا ريندر يعني بنجرب في مختلف الاوضاع والاشكال والزوايا دي. تعالوا ناخد دي، اعتقد هتبقى كويسه جدا على فكره، فيها شويه ديتيلز كتير. فعلا دي كويسه قوي، يعني عشان فيها غوامق حافظت على اللون، ما فتحتش الالوان قوي. تمام، تاني حتى ناخد في نفس الوضع ده، نفس الوضع ده كده. تمام ماشي، مفيش اي مشاكل. نشوف كده الظروف هتبقى ايه، باكتر من زاوية وفي اكتر من مكان وفي اكتر من فريم. تمام، شكلها كويس قوي و جميل قوي. تمام كده، كده نعمل كنترول اس. تمام، علشان نبقى احنا خلصنا من موضوع الاضاءة. فاضل حاجة واحدة، ان انا ممكن اروح لإفكتس احط جلوبال إلومينيشن، وهخلي كل حاجة بلو علشان الرندر يخلص ينتهي. هحط الديبس باتنين عشان يبقى دقة اعلى، ونجرب نعمل رندر نشوف الدنيا هتبقى شكلها عامل ازاي. طيب، لو شلنا دي يعني وحطينا دي رندر، متهيألي طيب في حاجة اللي هي الكي لايت كان ب 120، هخليه ب 100. تمام، و هخلي اللي هو الأخير اللي هو الفيل لايت ده اللي هخلي فيه شادو، والاف اكس لايت هشيل منه الشادو ونجرب. ماشي، نعمل بلاي نكمل، نعمل رندر. طيب، ناخد واحدة فيها كونتنت براوزر، ناخد واحدة فيها شوية غوامق، ممكن دي وممكن دي، نجرب. هتفتحوا قوي، فيها حتت فتحة كتير، لكن والله ادت نتيجة كويسة، ادت نتيجة كويسة جدا. اخر واحدة هنجربها اللي هي التانية، طبعا لو حطيت فوق هو بيشيل الاولانية لوحده. تمام، برضو دي ادت نتيجة كويسة. حتى لو رجعنا كده ونشوف كم حاجة، ادت نتيجة، دي مدينا نتيجة كويسة جدا. حتى هنجرب في كذا حتة وفي كذا فريم وفي كذا مكان. تمام، طيب
لو على فرض انا جربت، لو حطيت افكت اللي هو الموشن بلر، فين 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 موشن 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 بلر موشن فيكتور، هو يا اما انا مش شايفه اهو سين موشن بلر، تمام. احط طبعا السترينجز ده هخليه مثلا وليكن 20 عشان اعرف اشوف، تمام. تعالوا كده ننقل ده كده وناخد فريم كده ونجرب نعمل رندر نشوف ظروفه ايه بقى. طبعا خلوا بالكم ان الخربشه دي لان انا مش عامل الانتي الياس، طبعا بس عشان الوقت مش اكتر. مشكله الموشن بلار على فكره في 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 هنا ان هو هيفضل يعمل سامبل 16 مره. لا احنا كده ايه كده مش هنخلص، فمش مشكله مش مشكله الموشن بلور يبقى يتحط في الافتر افكت، مش مهم. ده كده بالنسبه ليه اللايتنج بتاع السين. طبعا لو انا جيت رحت الفانكشن وقلت له ريموف ان يوزد ماتيريالز هيسيب لي بس الماتيريالز اللي انا مستخدمها، حتى دي يعني انا كنت ببدل بينها وبين دي، لكن مفيش مشكله في الموضوع نهائي. كده نعمل بس فاينل ريندر او تيست ريندر ونشوف بس الموشن بلر، نقول له بلس كيو ام سي عشان يبقى فيها جوده اعلى ونجرب. طبعا لو عملت 100% عشان دي تروح، هي ما راحتش قوي على فكره، بس خلوا بالكم هي فيها مشكله انها هتظهر في الافتر. طب اقول لكم على حاجه، تعالوا نعمل اضعف الايمان حتى نروح للانتي الياس ونروح لبيست ونخليها 1 تو 1 ل 1 تو 1 ونخلي الفلتر بتاعها ممكن يكون بلند ونخلي السوفتنس ب 20 زي ما هي ما فيش اي مشاكل ونجرب نعمل ريندر كده. هتلاقوا تاخد وقت سنه بس يعني هيبقى الانتي الياس الى حد ما يعني كويس، تمام. هيبقى الى حد ما يعني كويس. اعتقد كده احسن مليون مره من اللي فات، تمام. في بقى حاجه عشان تبقوا عارفينها، الكالر كوريكشن في الافتر عليه عامل كبير قوي. بمعنى لو رحت لكم الفلتر هنا قلت له انيبل فلتر، حتى لو بس عليت الكونتراست، تمام، هتلاقوا اختلاف كبير قوي 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 بين الالوان. فخلي بالك ما تتعبش، يعني الخامات طلعها مظبوطه على قد ما تقدر، تمام. ليه؟ لانك انت لسه هتعمل شغل تاني في الافتر افكت. لو حطينا حتى الجاما ب 2 من 10 عشان نفتحها شويه، تمام، ونخلي الكونتراست عالي، تمام. شايفين كده بدأ ياخد درجات من اللي جنبه، والبرايتنس نقللها سنه، والساتوريشن نزودها سنه. بصراحه ادت شكل تاني خالص. لو شلت لكم انيبل فلتر وعملت لكم اظن اعتقد الفرق واضح جدا 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 جدا. ده بالنسبه ليه اللايتنج. المحاضره اللي جايه او الجزء الاخير في اللايتنج هيبقى عن الكومبوزيتنج، ازاي بقى ان احنا نطلع الكلام ده للافتر افكت، والجزء اللي بعده والاخير هيبقى في الافتر افكت. شكرا ليكم، كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض من جي اف اكس اكاديمي دوت نت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.